انتهج النظام في الدوحة سياسة عدائية تجاه مملكة البحرين على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي، حيث تآمر النظام في الدوحة مع العناصر الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين. إذا ما أمعنا النظر في دائرة النظام القطري نجد أنها تتقاطع مع دوائر زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولعل نصيب الأسد من دائرة هذا النظام هو تقاطعها مع المخطط الإجرامي الذي استهدف قلب نظام الحكم الشرعي في البحرين. انتهج النظام القطري سياسة معادية ضد البحرين على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي، وتآمر على قلب النظام الشرعي في البحرين، وقد نفذت الدوحة سياستها بالتعاون والتنسيق مع منفذي المشروع الإيراني في البحرين. ليس العداء القطري على البحرين وليد اللحظة، عداء فتدخل فتآمر وفي النهاية فوضى، ولم تكن هذه الفوضى تنفيذا لرؤية مثيري الشغب في البحرين فحسب، بل اشترك في وضعها النظام القطري من أعلى مستوياته، والدليل على ذلك عندما ظهر تسجيل مكالمة مستشار أمير قطر حمد العطية بالإرهابي الهارب حسن سلطان، والذي كشف تآمر الدوحة على المنامة، وأجريت المكالمة في شهر مارس من عام 2011، أي في ذروة تأجج الأحداث المؤسفة. السلام عليكم يا شيخ. السلام أبو خليفة، شلونك؟ الله يطول عمرك. طيب، أكيد متابع التطورات. أي والله. أنا أتكلم وياك أبو خليفة، طلبت مني أن أنقل أي شيء بالنسبة إلى قوات الأمن وإعلان حالة الطوارئ. إحنا نتوقع سيل من الدماء. احنا ما عندنا مانع نطلعها حتى في الجزيره الحين. هاي رسالتنا ان 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 ما يجري اليوم هو بامضاء خليجي. توصل، بس انا ابغي القرى اللي الحين عقب ما كلمتك انا اللي صارت فيها مشاكل، وش لان احنا ما عندنا مانع. كل قرى خلاص. وكما ذكرنا فان الاستهداف القطري ليس بالامر الجديد، فكيف لوزير خارجية دولة شقيقة أن تسول له نفسه بالتآمر مع من حادوا عن مفاهيم الوطنية والمواطنة إرضاء للولي الفقيه؟ فكانت تلك المكالمة التي أميط عنها اللثام مكالمة وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم بالأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة والمحكوم عليه قضائيا علي سلمان. هذا هدفنا الرئيسي، وأرجوكم تثقوا فينا، وهذا هدفنا الرئيسي وأرجوكم تثقوا فينا، وانتوا عارفين ان احنا صادقين دائما معاكم. هذا المخطط الذي نفذ بإشراف إيراني وبتنسيق قطري من أجل اعتقاد خاطئ أودى بحياة المدنيين ورجال الأمن وروع الآمنين، لكن الغلبة كانت لحنكة وحكمة القيادة التي التف حولها حب وثقة ووفاء شعب البحرين.